السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديد وفياته السنة الجديدة وهي سنة 2020، والجديد نعم موجود معنا، وهي سلسلة أو عبارة عن سلسلة سميتها بمخترع في بلدنا. في هذه السلسلة سوف نحاول أن نتطرق إلى مختلف المخترعين في المغرب. في هذا الفيديو قررت أن أتطرق إلى المخترع المغربي عبد الله شقرون. الكثير منكم لا يعرفه مقارنة مع القليل، لكن في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعرف عليه. إذا أعجبك الفيديو اضغط على جيم، ولا تنسى أن تضغط على سبسكرايب لتتوصل بالجديد، وكذلك الجرس لكي تتوصل بجديد فيديوهاتنا. فمرحبا بك. عبد الله شقرون هو شاب مغربي ولد في سنة 1984 وتوفي في سنة 2015، وهو ابن مدينة تطوان. اختلفت الأسباب لوفاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نعرف ما هو السبب وراء وفاته، وما هو الاختراع الذي قدمه، وإلى أين وصل به الحال إلى أن يطور هذا الاختراع، وكيف تطور هذا الاختراع، وأين يمكن أن نستعمل هذا الاختراع. فمرحبا بكم. عبد الله شقرون هو ابن لأسرة ميسورة من أب مهاجر في الديار الأوروبية إلى أم ربة بيت. لم يتم الدراسة، فمستواه الدراسي لا يتعدى التاسع إعدادي أو ما يسمى بالثالث إعدادي. بعدها خرج من التعليم وذهب إلى التكوين المهني. خلال تكوينه لسنتين في التكوين المهني تخرج لنا أو ولد لنا مخترع صغير. بعدها قامت العديد من الوسائل الإعلامية والمغربية والعربية باعتباره أصغر مخترع مغربي صغير حسب المقاييس والمعايير العالمية أو الدولية، عندما عرف باختراعه للمحرك المربع الدوار، والذي أثار جدلا كبيرا في مجال التقنيات والميكانيك. هناك من اتفق معه واعتبره أن هذا المحرك هو إضافة في مجال الميكانيك، وهناك من اعتبره أنه مجرد إضافة وتعديل بسيط عن سلسلة متتوالية أو متتالية لتطورات سابقة لمحرك فانكل الذي ظهر سنة 1929 وحصل على براءة الاختراع. التصميم الذي تقدم به عبد الله شقرون والذي اعتبره ابتكارا خاص، بينما رفضته أصوات معارضة في المغرب، ومن ضمنها مهندسون مختصون في الميكانيك وكذلك خبراء عالميون في برنامج نجوم العلوم، باعتباره مجرد محاولة لتصميم مطور عن ابتكار أصلي سابق. تمكن من الحصول على براءة اختراعه في المغرب، بينما لم يتمكن من الحصول عليه من المنظمة العالمية بقرار عدم أصلية الاختراع. في هذا الفيديو سوف نلاحظ أو نشاهد أو نتعرف على هذا الاختراع، ألا وهو المحرك المربع الدوار وبعض مميزاته، وأين يمكننا أن نستعمله. فلنشاهد معا. 2005 صنفت المخترع المغربي الوحيد المصنف دوليا في المنظمة الدولية للملكية الفكرية في جنيف. من بعد 2005-2006 كانوا هناك عروض من مؤسسة الخوارزمي أو أكاديمية الخوارزمي الدولية للمهندسين في طهران. ديك الساعات عاود كان العرض من أوروبا، عطاوني 308 مليون للأورو باش نبيع لهم هذا المحرك. هذا باقي لحد الساعة العرض قائم،
باقي الاسم ديالي مصنف من ضمن الطموحات المستقبليه 308 مليون اورو، يعني اكثر من 450 مليار سنتيم، بشرط انني نطلع من كازا ان باري بالباسبور الفرنساوي. انا ما بغيتش، لانني اول ما تم العرض عليا فكرت حاجه واحده، ان هذا الموتور هذا اول كيخدم للطائرات العموديه الهليكوبتر نوع صغير ومتوسط، واول استخدام عندهم غادي يكون في المجال العسكري. اذا مشاو قتلوا باخواتي المسلمين، شكون غادي يتحمل المسؤوليه غدا قدام الله سبحانه وتعالى؟ خاصنا نعرفوا هنايا، خاصنا نعرفوا هنايا على ان الاختراع هو عباره عن استثمار من الوقت والمجهود والمال، ولكن التفكير ديالنا ما خاصوش يكون هنايا، خاصو يكون بعيد، لان المال ملحوق وكل شيء ملحوق، ولكن كاين بعض الاشياء ما كتقدرش. مات عبد الله بن شقرون وماتت معه أفكاره وأحلامه وكل ما كان يطمح إليه. للأسف هكذا الزمان وهكذا الدنيا. بعد العروض التي قدمت له من أجل أن يحتضن أو يحتضن الدول الأوروبية هذا الاختراع، إلا أنه رفض ذلك لأسباب ذكرت في هذا الفيديو. لكن يبقى السؤال مطروح، هل عبد الله شقرون توفي مقتولا أو ماذا؟ في هذا التسجيل الصوتي لأخته سوف نتعرف على الأسباب، أو هل هناك أسباب لوفاته أم أنها قدرة الله. فلنسمع لهذا التسجيل الصوتي لأخته. الله صافي أختي ديالي، ربي اختارو نهار الجمعة نجعلو نتمنى على الله تكون العلامات بالرضا من الله سبحانه وتعالى، وتوصف الفريش ديالو بين الناس وما عنده حتى شي حاجة، لا أزمة قلبية ولا حتى شي حاجة. ما كيناش حتى النوبة القلبية ما جاتوش؟ لا لا، كان في الدار، كان في الدار ولا شنو فين كان مني؟ لا كان في الدار، في الدار ديك الجمعيات، ديك الجمعيات الدار ديك الساعة ديك صافي. الدخلة اللي دخلت عنده أنا لاحظت يعني كاين شي علامات هيدا الوفاة ليه وديك الشيء، يعني وكان بين الناس وهادي ايوا صافي. ملي قربت عنده هاديك يعني هي ديك الساعة كان يعني مول الأمانة دا أمانته، وفي ديك اللحظة هاديك يعني كانت ماشي بزاف زعما قصد الوقت بزاف، هزيناه وديناه للطبيب زعما تراجينا على الله يكون شي أمل ولا شي حاجة. فما ما جينا فين وصلوا للمستشفى حتى كان صافي، يعني ملي وصلنا أكد لنا الدكتور باللي هو توفى. شنو قال لكم السبب ديال الوفاة ديالو؟ صافي اختي، شنو شي يكون؟ يعني هو ما كان مريض، ما كان عنده، ما كان كيتبع على حتى شي مرض، ما عنده حتى شي حاجه، حتى شي حاجه. تاخذ بعد داك الواحد مريض ولا شي حاجه، كيكون الانسان بعد داك الاهل الاولين كيكونوا متوقعين باللي هو غادي يقدر يتوفى، ولا حنا تصدمنا الولد بحال تخطف بيناتنا، ولكن ما يغلاش على الله سبحانه وتعالى، ما يغلاش على مولاه اللي خلقه. فهمتي يعني حتى حنايا لحد الان باقي ما مصدقينش باللي عطلة توفى، لان الخميس نتفص الصباح وزوج مش عامل حصه ركوب الخيل، يعني عنده هوايه هذيك اجرى ضاحك ناشط واحد اخر سبحان الله العظيم، واحد وجه كيف نوام بشور ومن شارح وبكي يضحك وبكي يفوج، وقصر معنا في الليل، تعشينا مع بعضيتنا وقصرنا مع بعضيتنا، بنتي غير كيدرع فيها وكيبوس، يعني بحال اللي كان كيودعنا فهمتيني. قال لي يلاه معايا البيت ديالي، طلعت معاه شفنا الكتوبه، قال لي اختي هالكتوبه اللي شريتها اللي قريتها اللي ما قريتها اللي ما قريتش، لكن موجد شي وريقه تايدا باش غيقدموا من الاكاديميه، باش قال لي خاصني نعمل شراكه معاهم باش نتمكن كثر تكون عندي امكانيه ان نعمل محاضرات للطلبه والطالبات للتلاميذ سواء في الابتدائي ولا الاعدادي ولا الثانوي، يعني كيهضر لي على الخطط ديالو المستقبليه بشكل عادي. صافي تعودنا مع بعضنا وهادي صباح الخير صباح الخير، الولد ما في حتى شي حاجه، دار الجمعه هكا والامانه امانته. واللي كيكون مريض ولا عنده شي حاجه كيبان ولا شي علامات، ماشي كيكون هيداك فهمتيني. فهمتك اختي فهمتك. بزاف الناس دابا في الفيسبوك ملي سمعوا الخبر ديالو كيقول لك ان الموت ديالو تقد تكون مدبره ولا بفعل فاعل مثلا، شنو كتقولوا لهاد الناس؟ لا اختي ديالي ما كاين حتى شي حاجه من داكشي هذاك. نعم انا كنقول لك فهمتيني، انا كاين انا اختو
وانا اللي شفته اول وحده في البيت ديالو ولا الفريش ديالو وبين ناسه، ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء هذا صراحه الله. واللي كيهضر معايا كامل كنقول له اللي اذا عندك عبد الله عزيز ما تصدقش الاشاعات اللي انتشرت، لان انتشرت الاشاعات بزاف. كاين اللي كيقول صحه، كاين اللي كيقول سكته قلبيه، كاين اللي كيقول سقط، يكون واحد شنو كيقول قالوا بفوت دارهم ولا فراش وادي يعني ما نعم انا فشكل ما عرفتي. إلى هنا أحييكم على أن ألقاكم إن شاء الله في فيديو آخر ومع مخترع آخر. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على الجرس والضغط على إعجاب وإعطاء آرائك في هذا الفيديو، أو تخبرنا برأيك في أن نتطرق إلى التعريف بمخترع تعرفه وأنا لا أعرفه، فمرحبا بك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.